أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. هذه الآيات أيها الإخوة تأتي في سياق ما تقدم من الآيات التي فيها إثبات التوحيد وإقامة شأن العقيدة الصحيحة في الله تبارك وتعالى، وأنه هو الواحد الأحد، وأنه هو الخالق الرازق المدبر، وأنه هو المستحق للعبادة. وفيها أيضا دفع الشبه التي ترد على ذلك من بعض المشككين، وفيها أيضا بيان للأدلة التي تدل على وحدانية الله وتفرده بالخلق والرزق والإحياء والإماتة
وأنه هو المستحق للعبادة وحده. تأتي هذه الآيات تذكر طرفا من التشريع مما أنزله الله تبارك وتعالى وتعبد به عباده المؤمنين. هذه بعد أن تقرر شأن العقيدة وإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى. ولكن هذه الآيات ابتدأت بما هو معلوم مقرر من أن الله تبارك وتعالى قد تكفل برزق عباده أجمعين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وعندما دعا إبراهيم ربه تبارك وتعالى فيما تقدم معنا حيث قال وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يريد إبراهيم عليه السلام أن يكون الرزق والخير للمؤمنين، فالله سبحانه وتعالى رد عليه بقوله قال ومن كفر، يعني حتى هذا الرزق حتى للكفار، ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ونلحظ في هذه الآية الأولى قوله تبارك وتعالى موجها الخطاب للناس أجمعين، يا أيها الناس، ما قال يا أيها المؤمنون، قال يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وجه الخطاب للناس أجمعين، وهذا يشمل المؤمنين ويشمل غير المؤمنين. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، يعني مما أحله الله مما أنزله وأوجده في هذه الأرض، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا يدل على أن الإباحة هذه من الله سبحانه وتعالى، والضيافة هذه لخلقه جميعا إنما هي في الحلال الطيب. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، أباحه الله سبحانه وتعالى له، وهذا ليس على سبيل الأمر الذي هو الإلزام، بل هو من باب الإباحة، وصيغة الأمر ترد لأشياء عديدة منها الإباحة، أن الله سبحانه وتعالى أباح، يعني يسر وسهل لعباده أن يتناولوا هذا من غير إثم ولا حرج عليهم. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، وهذا الحلال الطيب هو الذي يحبه الله سبحانه وتعالى لعباده. وكما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، كلهم آمنوا بالله، أمر المرسلين بماذا؟ قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وأمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. وهنا الله سبحانه وتعالى يوجه خلقه إلى هذا المعنى، الأكل من الحلال الطيب الذي أباحه الله لهم ويسره وسهل الحصول عليه في هذه الأرض، وهو كثير، الحلال الطيب كثير في هذه الأرض، لا تضيق وسائل الحلال عن احتياج الخلق في هذه الأرض، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل الحلال أوسع وأكثر وأعم مما حرم. والدليل على ذلك ما هو؟ الدليل أن الله سبحانه وتعالى عندما ذكر الحلال الذي هيأه لعباده أطلقه، لم يقيده بشيء، قال تبارك وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما فيها لمصلحة الخلق. ولكنه عندما جاء يبين الأشياء المحرمة والممنوعة قيدها عددها، فهي
بالإضافة إلى ما أطلقه شيء يسير. المحرمات معدودات يمكن عدها وتعقلها في أشياء يسيرة، سيأتي بعضها معنا ونشير إلى بعض آخر منها إن شاء الله. كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، مباح لكم لا حرج عليكم في تناوله. ثم قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. لماذا ذكرنا الله سبحانه وتعالى هنا بهذا الأمر ونهانا أن نتبع خطوات الشيطان؟ لأن الشيطان حرم على بعض الناس أو أغراهم بأن يحرموا على أنفسهم كثيرا من الأمور التي أحلها الله تبارك وتعالى، فأوحى إليهم أن يحرموا بعضا مما أحله الله سبحانه وتعالى. وهذا قد أشار الله ذكره الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. هذه أنواع من الماشية كانوا كما زين لهم الشيطان وضعوا عليها أشياء معينة. إذا ولدت الناقة أكثر من مرة جعلوا بعض أولادها هكذا سيبوه، وإذا الفحل يعني طرق عددا من النوق وأنتج هكذا. ما جعل الله من بحيرة، البحيرة هذه كانوا لآلهتهم يضعونها يطلقونها لآلهتهم تعبدا لها فيشقون إذنها أذنها ولا يستطيع أحد أن يعتدي عليها، يرونها مشقوقة الأذن فيعلمون أنها للآلهة، وهكذا في بقية الأشياء. هذا كله من عمل الشيطان، حرم عليهم ما أباحه الله تبارك وتعالى لهم. ولا تتبعوا خطوات الشيطان يعني لا تتخذوا بعض ما أحله الله سبحانه وتعالى لكم حراما بأهوائكم أو بتزيين الشيطان لكم. فيأتون إلى بعض الحلال كما في هذه المواشي، أو يأتون إلى بعض المطعومات فيحرمونها، أو يأتون إلى بعض المحرمات فيحللونها لهم. حرم الله سبحانه وتعالى الخمر، فقال تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في سورة المائدة حرم: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والخمر هو الشراب المسكر الذي يتخذ من العنب أو من غيره أو من التمر أو من بعض الحبوب أو من العسل، كل ما أسكر فهو خمر، فهو يزينه لهم، وقد ورد تحريمه في كتاب الله الكريم، فلا مجال بعد ذلك لتحليله، ولكن الشيطان يزين لهم ويلبس على بعض الخلق يشربون الخمر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يسمونها بغير اسمها، يقولون هذه مشروبات روحية، مشروبات روحية، حتى يغيروا الاسم فيسهل على من أراد أن يتعاطاها أمرها ويشربها. المحرمة الخمر، لكن هذه مشروبات روحية، والمادة واحدة والأثر واحد، وهكذا يزين لهم الشيطان. في الخنزير: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يقولون الخنزير حيوان من الحيوانات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وله نسل كثير، وفيه لحم وفير يمكن أن يؤكل فنأكله، لأنه مما أنعم الله به علينا. فيقال لهم إن هذا فيه أمراض وفيه أوبئة وفيه أشياء قد تضر بالصحة، يقال فيقولون: لا، هذا مع الطبخ ومع الأدوية يذهب هذا الأذى، ولكن هذا كله عدوان على تحريم الله تبارك وتعالى. فالشيطان هو الذي يزين لهم، ولهذا قال الله تبارك وتعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يا
يعني لا تتبعوا خطوات الشيطان بتحريم الحلال ولا بتحليل الحرام، إنه لكم عدو مبين. هذه هي، هذا هو الأساس الذي من أجله نهانا الله تبارك وتعالى عن أن نتبع خطوات الشيطان، لأن الله سبحانه وتعالى قال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، وهو قد أقسم على بذلك وقال ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام كما قلنا في البحيرة، ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام إلى آخر ما هناك. فالشيطان يزين لهم هذه الأمور، لكن الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن هذا الشيطان لا يمكن أن يأتي بخير، لأنه أقسم على إضلال الخلق، ولأن الله قد حذرنا منه ومن كيده، قال إنه لكم عدو مبين، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فهذا تحذير من تسويل الشيطان وأعوانه الذي يتم فيه الاعتداء على ما خلقه الله في هذه الأرض من الحلال فيحرمونه، وما خلقه الله من الحرام فيحلونه. هذا تحذير من الله سبحانه وتعالى. قال إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هل يتصور أن الشيطان بعد كل هذه العداوة الظاهرة التي بينها هو شهد بها على نفسه والتي حذرنا الله منها في مواطن كثيرة، هل يمكن أن يأمر الشيطان الإنسان بالخير؟ لا يمكن، لكن الله سبحانه وتعالى حذرنا وقال إنما يأمركم بالسوء، مخالفة والمعصية والفحشاء، المعصية المتجاوزة في السوء كالوقوع في الزنا والعياذ بالله أو القتل أو نحو ذلك، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هؤلاء الذين يحرمون بعض أنواع المواشي مثلا أو بعض أنواع الأطعمة بزعمهم أن هذا شكر لله أو أن هذا لا تستقبله نفوسهم ولا تستزيغه، أو لأنهم يحلون الحلال، زين لهم الشيطان تحليل الحرام، هؤلاء كلهم واقعون في غضب الله تبارك وتعالى لأنهم يقولون على الله ما لا يعلمون. حلال بين كما جاء في الحديث والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فهؤلاء الذين يقولون على الله بغير علم والعياذ بالله إنما استزلهم الشيطان، وأعظم من ذلك وأخطر أن يتبع هؤلاء في أقوالهم، وهذا من أعظم وأكبر المصائب والآثام والذنوب، القول على الله تبارك وتعالى بغير علم، كما بين ذلك تبارك وتعالى في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز لقائل مهما كان، مهما بلغ منزلة أو علما أو مكانة، أن يتقول على الله بغير علم، وهذا يقع فيه كثير من الناس، إما بطريقة الغرور والتعالي أن يجر الناس إلى الإثم، أو بالمسارعة والتهوك دون أن يتثبت، كما يحصل من كثير من الناس الآن حتى في النسك حتى في الصلاة، يأتي إنسان فيقول أنا فعلت كذا أنا ما فعلت كذا، ويأتي عامي جاهل بجواره يقول لا هذا حلال،
هذا لا بأس عليك فيه، ليس عليك شيء، والواقع أنه قد قصر في عبادته أو أخل بها فيتحمل إثمه. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، هذا من أعظم أبواب الإثم. ولذلك بعض العلماء يقول إن الأمور مرتبة في هذه الآية: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الأمر بالسوء زلة عظيمة ومصيبة كبيرة، والفحشاء أعظم منها، والقول على الله بغير علم أعظم من ذلك كله، لأنه تكذيب لله وتكذيب لرسوله عليه الصلاة والسلام ومخالفة لما شرعه الله. فلا يجوز لأحد كائنا من كان أن يقول على الله بغير علم. وحسبك إذا لم تكن تعلم، إذا لم تعلم أن تقول لا أدري ولا أعلم. هذا ليس نقصا في شخصك ولا احتقارا لك ولا ازدراء لشخص لآدميتك، لا. كبار الأئمة في الإسلام، الأئمة الكبار العظام المتبوعين من السلف، كانوا إذا سئلوا عن شيء لا يتأكدون منه قالوا لا ندري لا ندري لا ندري. هذا الإمام مالك رحمه الله، إمام دار الهجرة، إمام المدينة النبوية في زمنه، أنا أعظم الناس فقها وحديثا وورعا وتقا، جاءه رجل فيما تذكر الرواية يسأله عن 40 مسألة، معه 40 سؤالا، إنسان جاءه من بلد آخر فسأله عن 40 مسألة فأجاب عن 4 مسائل، وفي الباقي في 36 مسألة قال لا أدري. قال أضرب لك كبد أكباد الإبل شهرا حتى آتيك وأسألك وتقول لا أدري؟ قال لا أدري لا أدري، هذا الذي عندي. إذا كان هذا حال العلماء العظام الكبار المجتهدين، فما هو حالنا نحن؟ أن نتقول على الله، أن نتخوض، يكفينا أن نقول لا أدري. والله سبحانه وتعالى ما ضيق علينا، فتح لنا الباب الذي نلج منه لقضاء حوائجنا في العلم. ماذا قال؟ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذا كنت تجهل شيئا من أمور عبادتك أو معاملتك أو علاقتك بالله فعليك بسؤال العلماء، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وإذا سألته وجب عليك أن تعمل بما يقول. نعم، هؤلاء إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، والمقصود الأساس هنا اليهود وأهل الكتاب، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله يعني ما جاء على ما جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم من عند الله، أوحي إليه بهذا القرآن وبهذه السنة، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله وأنتم في كتابكم، في كتبكم في التوراة والإنجيل ما يدل على أن هذا الرسول حق وأن اتباعه واجب وأنه لا يقول بشيء من عنده، إنما يأتي إنما يقول بما يوحى إليه به، إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبعوا ما ألفينا عليه آباءنا، يعني ما كنا نعهده عن آبائنا أحبارهم وعلماؤهم ومتقدموهم. هؤلاء كانوا على أمر معين من التكذيب، من التحريف، من الباطل، فهم يسيرون على هذا الأمر، يقولون حسبنا أننا نسير على ما كان عليه آباؤنا. لكن هذا الوحي الجديد الصادق الذي جاءكم به الرسول الذي عندكم في كتبكم ما يدل على صدقه، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، يعني نعرض عن هذا. الله سبحانه وتعالى قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، يعني حتى ولو كان آباؤهم ضلالا أو كانوا لا يعقلون لا يعلمون يتبعونهم أيضا. هذه ليست سمة الإنسان العاقل وليست سمة الإنسان الباحث عن الحق،
الذي يبحث عن الحق إذا استبان له اتبعه، لكن هذا سمة، هذه سمة الضال المضل البعيد عن الهدى، أنه يقول نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. هؤلاء اليهود والنصارى وموقفهم من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام وما جاء به. لكن هذا أيضا يدخل فيه ما يفعله بعض الجهلة حتى وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام، إذا جاءهم أمر لا يعهدونه، بينه لهم الدعاة والعلماء أن هذا الأمر مخالف لشرع الله وأن الحق كذا وكذا، قالوا لا هذا لا نعهده، نحن نعهد من آبائنا وكبرائنا الأمر الفلاني فنحن عليه. هذا هو الضلال المبين. أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، حتى ولو كان آباؤهم هؤلاء، حتى ولو كان من قبلهم لا يعقلون شيئا، لا يفهمون الأمور على حقيقتها وليست لهم من الهداية ما يكفي لاتباعهم، هذا استنكار عجيب، كيف يفعلون هذا؟ الله سبحانه وتعالى قال أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. حتى مع هذا، حتى وإن كانوا آباؤهم على الضلال المبين يتبعونهم أيضا ويعرضون عن الحق الذي جاءهم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآية التي بعدها مثل الله سبحانه وتعالى بمثال عظيم لهؤلاء الذين يعرض عليهم الحق فلا يتبعونه، ويسمعون آيات الله فلا يتأثرون بها ولا يتقبلونها. قال ومثل الذين كفروا، كفروا بماذا؟ بآيات الله وبرسله، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. الآن الراعي الذي يرعى المواشي، هذا الراعي الذي يرعى المواشي إذا صاح خلفها وأمرها أن تتجه يمينا أو يسارا أو أن تتبعه أو كذا، تسمع صوته ولكنها لا تفقه ما يقول، لكن إذا ضربها بالعصا أو رماها بحجر عرفت أنه يريد أن تتجه يمنة أو يسرة. هؤلاء مثلهم كمثل هذه الدواب التي لا تعقل، تسمع الصوت لكنها لا تنتفع به. فهؤلاء يسمعون الهدى ويأتيهم الرسول وتظهر لهم الآيات البينات ولكنهم لا يهتدون بها، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. هذه الثلاث الحواس، هذه الثلاث الحواس التي جعلها الله سبحانه وتعالى في الإنسان هي الأدوات التي يتلقى بها العلم. صم، صمم في الأذن لا تسمع، والأبكم هو الذي لا يستطيع أن ينطق، البكم هذا علة في الفم لا يستطيع أن ينطق، والعمى في العين والعياذ بالله لا تبصر. فالذي يفقد كل هذه الحواس الثلاث فقد الأدوات التي توصله إلى العلم، فلا يرجى بعد ذلك له أن يهتدي ولا أن يتعلم. ها؟ والله، ولذلك نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى أهمية هذه النعم في آية أخرى، حيث قال جل ذكره إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذه النعم، من توفرت له هذه النعم، من من الله عليه بالسمع ومن عليه بالنطق ومن عليه بالبصر ومن عليه بالعقل، هذه نعم حرم منها أناس كثيرون، منها كلها أو من بعضها، منها كلها أو من بعضها. فلذلك الذي أنعم الله بها عليه هذا تحمل مسؤولية عظيمة، أن الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه النعم كلها، فإذا قصر في اتخاذها في الاستفادة منها أو وضعها في شيء يغضب الله سبحانه وتعالى كان كافرا بنعمة الله. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله سبحانه وتعالى يعني يبين هنا أنهم يملكون الأسماع والأبصار والأعين والنطق ولكنهم لا يستفيدون منها،
فهم كالأنعام، كما جاء في قوله تبارك وتعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. لماذا هم أضل من الأنعام؟ الأنعام هذه مهما تكلمت عندها لا تعي ولا تعقل، لكن هؤلاء يتشابهون مع الأنعام في أنهم لا يعقلون، ويزيدون عليها أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العقول. العقل هذا نعمة من أجل النعم، يميز الإنسان به بين الصواب والخطأ وبين الحق والباطل ويهتدي به إلى طريقه. فهؤلاء أعطاهم الله العقول فضلوا لم يستفيدوا منها، فهم في هذا يتشابهون مع الأنعام لكنهم أضل من الأنعام، لأن الأنعام ليس لها عقول فلا يكلفها الله ولا يؤاخذها. هذا يا إخوة يعني بيان لحال هؤلاء القوم الذين أعطاهم الله النعم فلم يستفيدوا منها. ثم الله تبارك وتعالى بعد ذلك بيّن ما هو المطلوب في الأكل من الطيبات، وهذا قد لا يستفيد منه إلا المؤمنون. المؤمن الصادق بعد أن عرف توحيد الله وحق الله في العقيدة والتوحيد علم أن له الحق في التشريع أيضا. إذا علمنا أن الله هو الخالق وأنه الإله الواحد وأيقنا بذلك، لا بد أن نتقبل ما يأتينا عن الله. إذا أمرنا بشيء ائتمرنا به، وإذا نهانا عن شيء انتهينا عنه. فيقول: يا أيها الذين آمنوا، هنا الخطاب خص بالمؤمنين وليس كالخطاب في الآية المتقدمة: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، لأن ذلك دعوة لجميع الخلق. لكن هنا الله سبحانه وتعالى خص المؤمنين بهذا الخطاب بالأكل من الطيبات. لماذا؟ لأنهم هم الذين يعقلون، وهم الذين يتوقع منهم أن يلتزموا بما أمر الله تبارك وتعالى به: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. كلوا من طيبات ما رزقناكم، ما خلقها الله هذه الطيبات في الكون إلا لينتفع بها الخلق. ما هذه الطيبات يا إخوة؟ الطيبات هي ما خلقه الله سبحانه وتعالى وأباحه للخلق، لكن يستثنى منها أشياء حرمها الله تبارك وتعالى ونص عليها: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. ثم في المائدة قال: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. في الآية الأخرى حرم عليهم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الأمور التي نص الله سبحانه وتعالى على حرمتها هي هذه المحرمات، عليه المسلم أن يتقيها أن يجتنبها طاعة لله تبارك وتعالى. وفي الحلال غنية، والحلال باب واسع: خلق لكم ما في الأرض جميعا، ما وراء هذه كله حلال. لكن يأتي السؤال هنا: هل ما وراء ذلك، يعني ما وراء ما نص الله على تحريمه، الميتة والخمر والأنصاب والأزلام والخنزير والدم إلى آخره، هل هذه إذا اجتنبها الإنسان فقط أحل له ما وراءها؟ فيه أشياء أيضا الشريعة حرمتها كأكل الحشرات، أكل المستخبثات، الأشياء المكروهة، النجاسة، النجاسات محرمة بأدلة شرعية.
فهذه محرمة أيضا تضاف إلى المحرمات. المستكرهات والمستخبثات أيضا هذه من الأمور المحرمة التي لا يجوز تعاطيها. طيب كيف نعرف المستكرهات والمستخبثات؟ في بعض الناس مثلا ما يأكل السمك، وبعض الناس لا يأكل اللحم، هل هذا يدل على أنه من المستكرهات المستخبثات؟ لا، المستكره والمستخبث هو الذي تدل الفطر السليمة، فطر المؤمنين السليمة التي ما تلوثت، على النفور منه وعلى عدم تقبله، كالحشرات والأشياء التي لا تقبل عليها النفوس الصافية السليمة. يوجد بين الخلق من يقبل على النجاسات، من يأكل النجاسات، يوجد من يأكل الدم، يوجد من يأكل الحشرات، هذه هذا موجود، لكن ليس هذا هو الأمر البين الواضح الذي يتبع، لا، هذا هو الشذوذ. أما هذه المستكرهات التي تتفق فطر الناس الأسوياء العقلاء على البعد عنها وعلى كراهيتها، هذه أيضا مما يدخل في المحرمات. وفطرة الإنسان المسلم هذه دليل يسنده وييسر له كثيرا من الأمور. الحلال بين والحرام بين، بين من أين؟ مما ذكره الله وبينه رسوله عليه الصلاة والسلام، ومما تدل عليه الفطرة السليمة، وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور المشتبهات لا تظل على اشتباهها طيلة الأبد، بل فيه من يعلمها. من الذين يعلمونها؟ العلماء الراسخون، فعلى الإنسان إذا احتاج أن يسألهم أن يعود إليهم. هذه الحلال، هذا الحلال، ضوابط الحلال. إذن الحلال ما هو؟ الحلال ما وردت إباحته في كتاب الله الكريم، أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام أشياء كثيرة، الأكل من الصيد، أكل الأرنب، وهكذا كثير من الأشياء، والبهائم، بهيمة الأنعام، حلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم. الذي يتلى ما هو؟ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به إلى آخره، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وما ذبح على النصب. فهذا هو الحلال. وكذلك الحرام هو ما نص على تحريمه في كتاب الله أو في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، أو كان مخالفاً للفطر السليمة والهيئات المستقيمة تدل على حرمته والنفور منه واستخباثه، فهو كذلك. وليس منه ما يستقبحه وما ينفر منه آحاد الناس، كما قلنا في لحم السمك ولحم اللحم، في بعض الناس لا يأكلونها، لكن هذا ليس دليلا على حرمتها، إنما الدليل على حرمتها هو يعني ما تدل عليه فطر عامة المسلمين الصادقين الصالحين العقلاء أنه مستكره أو أنه مستخبث. وهذا كما قلنا المستكره والمستخبث وما نص على تحريمه بالمقارنة مع ما أباحه الله قليل جدا، ما أباحه الله كثير، والحمد لله رب العالمين. قال: إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. كم واحدة؟ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. يعني هذه وردت بصيغة الحصر، إنما، وهذه أداة من أدوات الحصر كما يقول علماء اللغة، يعني المحرمات كأنها محصورة في هذه الآية، لكن هذا ليس حصرا حقيقيا، بل هو حصر إضافي، يعني يقبل الزيادة. فقد ورد في آيات أخرى كما ذكرنا تحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام إلى آخره، وورد أيضا تحريم بعض الأشياء كالدم والخنزير إلى آخره في آيات أخرى تضاف إليها. لكن عندما ذكرت هذه، هذا دليل على أهمية هذه الأشياء، أنها ورد النص بها والاقتصار عليها.
حرمت عليكم، إنما حرم عليكم الميتة. ما هي الميتة؟ الميتة هي بهيمة الأنعام، ليست كل ميتة، يعني ميتة الخنزير، ميتة الفيل، ميتة الأسد، هذه لا تعد من الميتة. الميتة هي البهيمة التي كان أصلها حلالا، بهيمة الأنعام، البقر والغنم والضأن والماعز، هذه هي الحلال نأكل منها. لكن هذه إذا متى نأكل منها؟ إذا ذبحت، الذبح معروف، هذا هو الذي يحلها الذبح، الذي يحلها لنا الذبح. لكن لو ماتت حتف أنفها، يعني من غير ذكاء، كيف تموت حتف أنفها؟ منخنقة، إما أن يخنقها إنسان أو أنها في الحبل الذي تربط به تتلوى فتختنق فتموت فنجدها مختنقة، أو أنها تردت من مكان عال فسقطت فماتت، ها؟ أو رميت، ضربت بحجر فماتت، وهكذا. هذه كلها ميتة، يعني الميتة بهيمة الأنعام التي ماتت حتف أنفها، يعني من غير تذكية، من غير تذكية، هذه الميتة. والدم، الدم حتى ولو كان خارجا من بهيمة الأنعام عندما نذبحها حرام، نجس، الدم نجس من أي مصدر كان. ولحم الخنزير هذا محرم كله، لحم الخنزير. قد يقول قائل وشحمه، شحمه مع لحمه، لأن هذا الخنزير جسده فيه اللحم والشحم، وإنما تعلق التحريم باللحم لأنه هو الأظهر والمقصود بالأكل، لكن حتى الشحم معه والعظم معه. وما أهل به لغير الله، ما هو الشيء الذي يهل به لغير الله؟ الذي يذبح تقربا للأصنام لغير الله، أو أن يذكر عليه اسم غير الله، أو أن يشرك مع الله غيره، يقول بسم الله وباسم الصنم والعياذ بالله، لا، ها؟ لا يجوز هذا. من أشرك معي غيري تركته وشركه، كما جاء في الحديث القدسي، ها؟ أنا أغنى الشركاء عن الشرك، كما جاء في الحديث القدسي، من أشرك معي غيري تركته، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فسواء ذبح على الأنصاب، هذه الأصنام، كما لو يذبح لبوذا أو لغيره، أو حتى للمسيح أو لمريم أو لغيرها، أو ذكر عليه اسم غير الله، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. كيف يوحون إلى أوليائهم؟ يقولون هذا لحم حلال، الله أحله، بهيمة الأنعام حلال فكلوا منها، بينما هو محرم لأنه ذبح لغير الله أو وقع الشرك فيه مع الله سبحانه وتعالى. وما أهل به لغير الله، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. هذه محرمة، الأشياء هذه محرمة، الدم ولحم الخنزير والميتة وما ذبح على النصب وما ذبح لغير الله، لكن الاضطرار يبيح استثناء من هذا المحرم ما يكفي لإزالة الضرورة. كيف الاضطرار؟ أولا، ما هو الاضطرار؟ الاضطرار ليس هو الحاجة التي يحتاجها كل إنسان، يعني إنسان مثلا ما أكل اللحم من شهر أو شهرين أو أكثر، هو محتاج يأكل لحم، يحب اللحم ولا يجده، هذا لا يحل له أن يأكل الميتة، لأنه هذه ليست اضطرار، هذا ليس هو الاضطرار، هذه حاجة يستطيع أن يصبر عليها. الاضطرار هو وصول الإنسان إلى مرحلة يخشى على نفسه فيها الموت أو أن يفقد عضوا من أعضائه، هذه الضرورة. إذا وصل الإنسان إلى، أو أن ينتهك عرضه، أو أن يحرق ماله، هذه الأشياء، ها؟ هذه مسألة ضرورة لا يستطيع أن يدفعها إلا بهذا،
نعم إذا حصلت للإنسان ضرورة في الأكل، جاع مسافر نفد زاده وأوشك على الهلاك، ما عنده شيء، إما أن يأكل من الميتة هذه أو أن يموت، هذه مفسدة، مفسدة الأكل من الميتة، مفسدة، والموت في هذه الحال مفسدة. فاجتمع عندنا مفسدتان، لكن مفسدة هلاك النفس أعظم من مفسدة الأكل من الميتة، فترتكب المفسدة الأصغر لدفع المفسدة الأكبر وهي الهلاك والموت. من اضطر غير باغ ولا عاد، يعني ما اختار هذا من نفسه، ولا عاد يعني ما تجاوز، يعني يكفيه مثلا لقم يسيرة تقيم أوده تدفع عنه غائلة الموت، فما يأتي ويأكل ويتبسط ويأكل من مقدمها ومن مؤخرها ومن لا، إلا إذا كان في برية يخشى أيضا وهو مواصل طريقه ألا يجد شيئا، يخشى أيضا أنه إذا تقدم قليلا لا يجد ما يأكله من الحلال، فيمكن قال بعض العلماء أن يتزود منها قليلا حتى إذا اشتدت به الضرورة في طريقه يأكل منها، لكن لو وجد حلالا يرمي هذا يتخلص منه لأنه نجس لا يأكل. قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا من فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده، هذا من رحمة الله أنه هنا لا يؤاخذهم، رفع عنهم، فلا إثم عليه يعني رفع المؤاخذة عنهم، ما يعتبر هذا آكل للميتة ولا يعتبر آكل للحم الخنزير لأنه أكل منه لقيمات يقمن صلبة. كذلك الشرب، شرب إنسان أيضا أوشك على الهلاك فلم يجد إلا بولا، كاد أن يموت من العطش، يشرب منه بقدر ما يزيل عطشه، لا يتزود، لا يتعدى ذلك، لا يتعدى ذلك، فهذا كله دليل على أو أنه غصة إنسان أكل فاللقمة توقفت في حلقه وكاد أن يموت وما كان بجواره ماء يدفع به هذا، ما وجد إلا خمرا يشرب جرعة، لماذا؟ حتى تنزل اللقمة ولا يموت. ارتكب الحرام هنا ليس اختيارا وإنما اضطرارا، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هذا كما يكون في المأكولات والمشروبات المطعومات، هذه يكون أيضا في الأفعال والأقوال، يكون في الأقوال التي لا يتعدى ضررها. تعلمون حال المسلمين الأول الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة، من أول من أسلم، هؤلاء الذين صبروا على الأذى وعلى العذاب في مكة، هؤلاء كان منهم عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه، وأبوه اسمه ياسر وأمه اسمها سمية، قتل أبوه وأمه تحت العذاب، وعمار عذب فلم يتركوه، لم يتركه الكفار حتى نال من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما معنى نال؟ حتى سب الرسول عليه الصلاة والسلام فأطلقوه، وما كادوا يطلقونه حتى نزل به من الهم والغم ما تمنى أنه لم يقل ذلك، وأنهم كانوا يقتلونه خير له من أن يقوله، فذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يبكي وأخبره القصة، ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى تعذيبك وأذيتك وضربك وإيذائك فأنت يمكن أن تقول هذا ولا عليك
لأن لك فسحة في هذا. إلا من أكره، يقول الله تبارك وتعالى وقلبه مطمئن بالإيمان، هذا لا حرج عليه، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده. ثم قال تبارك وتعالى إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هؤلاء هم أهل الكتاب، واليهود خاصة. كان أهل الجاهلية والعرب، لأنهم ما كانوا يتبعون دينا في ذلك الوقت، كانوا يعظمون اليهود والنصارى، يظنون أنهم هؤلاء أهل كتاب وعندهم علم، يأتون إليهم يستشيرونهم ويستفتونهم، وفي سبيل ذلك كانوا يقدمون لهم بعض الهدايا وبعض الإتاوات. ها؟ فهؤلاء خشوا، اليهود هؤلاء خشوا على مناصبهم، وأن تنقطع هذه المصالح، ما يأتيهم أحد يسألهم ولا يستشيرهم ولا يستفتيهم، وتنقطع عنهم هذه الهداوة والإتاوات. فهؤلاء ويكتمون الحق الذي يعلمونه في رسالة محمد عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، يعني يضعون هذا الحق والخير الذي علموه ثمنا، يدوسون عليه ويخفونه في سبيل الاستبقاء على هذه المصالح الزائفة. هؤلاء ما لهم؟ قال أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة، إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، ولا يكلمهم الله سبحانه وتعالى ولا يزكيهم، يعني لا يثني عليهم، ولا يمكن أن يتصور أن يكون لهم مقام ولا اعتبار في الآخرة. وهذا يكفي لأنهم يثوبون إلى رشدهم وأن يخرجوا مما هم فيه. وأيضا ولهم عذاب أليم في موقف الحشر، هؤلاء لا يزكيهم الله، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم، ثم بعد ذلك لهم عذاب أليم جزاء كتمانهم للحق. وهذا كما أنه وارد في شأن اليهود والنصارى، هو أيضا وارد في كل من يكتم الحق ويزينه ويغير ويستبدل به الباطل، حتى ولو كان من المسلمين، حتى ولو كان من العلماء. بعض الناس عالم، لكن قد يستهويه الشيطان استرضاء لمن يتبعه، لمن يتسلط عليه، لمن يريد أن يتقرب منه، فيفتي ويقول قولا يعلم أنه مخالف لشرع الله، يكتم ما أنزله الله، هذا جزاؤه جزاء هؤلاء اليهود، لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم في يوم القيامة. نعم، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. عجيب أمر هؤلاء، اشتروا الضلالة بالهدى، يعني جعلوا الهدى الذي أنزله الله وبينه على لسان الرسول عليه السلام ثمنا، تركه ورفضه ثمنا ليأخذوا الضلالة، ليشتروا به الضلالة والعياذ بالله. والعذاب بالمغفرة، كان بالإمكان لو أنهم استقاموا على أمر الله أن يغفر الله لهم ما سلف منهم، لكنهم رضوا بأن يحق عليهم العذاب وتركوا مغفرة الله وأسبابها، فما أصبرهم على النار. هذا استفهام استنكاري، كيف يصبر هؤلاء على النار في سبيل هذه المصالح الدنيوية الزائفة ويعرضون عن الحق الذي يعلمونه؟ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وأن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. لماذا الإنسان المسلم يأخذ ما جاء عن الله ويلتزم به ويعرض عن الباطل؟ لأن الله الذي خلق الخلق ورزقهم وهو المستحق للعبادة هو الذي أنزل هذا الشرع والذي نزل الكتاب بالحق، وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد، حياتهم كلها شقاق وضلال وظلام واختلاف. هؤلاء الذين يعلمون الحق
خالفوه وذهبوا إلى غيره، وفي الآخرة لهم العذاب الأليم والعياذ بالله. هذه الآيات أيها الإخوة جوهر ما فيها أن الدعوة إلى أكل الحلال وأكل الطيب، وهذا أمر من أعظم الأمور أيها الإخوة. يروى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه عندما سمع هذه الآية يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله اسأل الله لي أن أكون مجاب الدعوة. مطلب عظيم هذا، ما قال اعطني ولا، اسأل الله، ادعو الله لي أن أكون مجاب الدعوة. بماذا أجابه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أجابه بجواب عظيم خص به سعدا وعم به الأمة وعام للأمة جميعا، قال أطب مطعمك تستجب دعوتك. جواب مختصر، تريد هذا أنت وغيرك، كل من يسمع هذا الكلام إذا أردت أن يكون دعاؤك مستجابا كل من الطيب، لا تدخل جوفك إلا حلالا طيبا، ولا تدخل أجواف أبنائك وأسرتك وأهلك إلا حلالا طيبا. هذا هو الذي ينشئهم على الخير ويدلهم عليه إن شاء الله، ويرجى لهم في آخرتهم أن يكونوا من أهل الجنة. ها؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال رب أشعث أغبر، يرفع يديه، يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، يسأل الله، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ كيف يمكن أن يستجاب لإنسان هذه حاله؟ كيف يستجاب لإنسان هذه حاله؟ ها؟ وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. ولهذا قال لسعد أطب مطعمك تستجب دعوتك، وقال عليه الصلاة والسلام كل لحم نبت من سحت يعني من حرام فالنار أولى به. هؤلاء الذين يتخوضون في أموال الله، يأكلون الرشا ويأخذون أموال الناس بالباطل ويأكلونها هم وينفقون بها على أولادهم، كيف يأتيهم الخير؟ وكيف تستجاب دعوتهم؟ وكيف يصلح أولادهم وأهلهم؟ هؤلاء على خطر عظيم، حتى وإن تيسر لهم قد يكون إنسان مباشراً أو مسؤولاً عن مال من الأموال العامة ويسهل عليه أن يأخذ منه حتى ولو كان شيئاً يسيراً. بعضهم يقول هذا شيء يسير يعني، لا، حتى وإن كان شيئاً يسيراً لا يجوز له أن يأخذه، ولا بد أن يعتبر أنه لو أنفقه على أهله هذه النفقة حرام، ولو نبتت أجسادهم منها فمصيرهم والعياذ بالله مصير مظلم، وهو إن أكل منه أو نما منه جسده فهذا هو الحرام، هذه نار جهنم التي يدخلها في جوفه. ولذلك على كل إنسان مسلم أن يتوقع، أن يبتعد عن هذه المحرمات، وأن يحتاط لنفسه ولأهله بأن لا يأكلوا إلا الطيب حتى ولو كان شيئا يسيرا، فإن الله سبحانه وتعالى ينفعهم به ويدفع به عنهم غائلة العذاب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن ينصر الإسلام والمسلمين، وأن يخذل هؤلاء الكفرة والمعتدين المفسدين في الأرض، إنه على كل شيء قدير.